يأتي شهر ديسمبر من كل عام عاما حافلا بالعديد من المناسبات والأعياد الوطنية. هذه الأعياد تجلب معها مظاهر براقة، رصدها الزميل محمد إرشادات في سياق التقرير التالي. أشكال وأحجام اكتمل بريقها وبان وهجها بعبارات وطنية تصدرت محيط كل بقعة حلفها القدر أن تعبر عن فرحها وابتهاجها عبر صمت الطبيعة الذي قد يغني عن ألف كلمة تقال في هذا المقام. منارة منمقة استطاعت أن تطبع في ذهن كل مارق ومتريث لرؤيتها صورة من التآلف العميق يجمع سمو المناسبة بالدوافع الصادقة التي تقف وراء الاحتفاء بها من قبل كل وفي مخلص لا يساوم على حب البحرين. أتمنى دائما يصير كذي، أتمنى كل أيامنا يكون نفس السعادة، وإحنا نحب وطننا من كل خلص من كل شيء، وما نتمنى لكل الخير لجميع الخليفة. يوما 16 و17 من ديسمبر من كل عام تلوح في أفق سماء مملكة أرض الخلود ملامح العديد من المناسبات والأعياد الوطنية التي تبعث الفخر والعزة في كيان كل مواطن بحريني ومقيم على أرضها المعطاءة، كذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة، والذكرى 45 لانضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية. عطفا على ذلك، الذكرى الأغلى على قلوب البحرينيين ذكرى تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم. تدل الاعتزاز والافتخار بهذا البلد إن شاء الله، والله يديم الأمن والأمان على هذا الشعب إن شاء الله، ويديم جلالة الملك حمد إن شاء الله طول عمره بهذه المناسبة العزيزة الغالية. القادم الجديد إلى الحياة سيلينا آثرت وبصحبة والديها على أن تتواجد ضمن منطق عالمها البريء الخاص بها لتتفحص ماهية الألوان الزاهية بهدوء تام. بحب أقول لمملكة البحرين كل سنة وانتم طيبين وعيد مبارك عليكم، وديم عليكم يا رب دايما الأفراح والأعياد يا رب. الدنيا دي جميلة جدا وشعب البحرين إخواتنا. براءة طفولة تظهر عميق حبها للبحرين. البحرين يعني جميلة واجد أحبه، وهذا الجميل اللي تاتو حليوين كل شيء وجدي يعني حبيته واجد ومستانسة واجد. أنا أحب البحرين. هي زينة التباهي بعظيم يومها الوطني الذي يذكر بعظم إنجازاتها وجود كرمها لكل منتم لتراب أرضها الطهور، زينة تتلقفها الأعين لتمعن بنظرها حول حقيقة الجمال الذي يلف انسجام الأحمر مع الأبيض، حكاية علم يرفرف في سماء المجد يستمد قوته من وحي رسالة البحرين الخليفية. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.